أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تحقيق فريق قرطبة الإسباني لفوزه الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني يبعث على التفاؤل، ويؤكد على أن العمل المتميز الذي قام به مجلس إدارة النادي والجهازان الفني والإداري لتهيئة الفريق للدخول في المنافسات بصورة متميزة، مشيرا سموه إلى أن الفريق قدم مستويات متميزة طيلة مبارياتهم واستحقوا على أثرها الفوز والخروج بالنقاط الثلاث. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتتبع لمسيرة الفريق في الدوري يرى المستوى المتصاعد الذي يقدمه الفريق بين الجولة الأولى والثانية، ويدل على أن الفريق يمتلك العديد من الإمكانات المتميزة التي ستظهر مع الجولات القادمة، لا سيما أن المشوار طويل ويحتاج إلى مواصلة العطاء لتحقيق الهدف المنشود. تمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة في مبارياته القادمة التي ستجمعه مع فريق أوكان مورسيا يوم الأول من نوفمبر القادم. وكان فريق قرطبة قد حقق الانتصار الثاني له في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد تغلبه في مباراة الجولة الثانية على فريق إسلانو ديبورتيفو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفريق إلى ست نقاط من مباريتين ويتصدر جدول الترتيب العام.